من جديد نرحب بضيفي من بيروت الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر. سيد شكري أهلا بك على قناة ومنصة المشهد. إذن كنا نتحدث على أن المبعوث الأمريكي شدد قبل هذه الزيارة المرتقبة إلى إسرائيل وبيروت على الالتزام بقرار 1701 لإنهاء الحرب، وكنا نتساءل ما إذا كان الطرفان الإسرائيلي واللبناني اليوم وفي ظل كل هذا التصعيد يمكنهم الالتزام بهذا القرار؟ أول شغلة القرار 1701 يضم فيما يضم وجوب تطبيق القرار 1559 والقرار 1559 هو قرار ملزم لقرار صادر عن الأمم المتحدة وملزم للبنان وإسرائيل وملزم للميليشيات اللبنانية أو الأحزاب المسلحة أنه كلها تسلم سلاحها للدولة. القرار هيدا لم يطبق من وقت ما طلع بال2006 لحد اليوم. لم يقم أي من الفرقاء بالالتزام بتطبيق الـ 1701. إذن اليوم وعلى يعني مع العلم بعدوانية إسرائيل تجاه البلاد العربية ولا سيما تجاه لبنان اللي موجود فيه حزب الله، اليوم ما بقى تقبل إسرائيل لحالة بالقول بوجوب تنفيذ الـ 1701. الـ 1701 ميشان إسرائيل يعني تطبيق الـ 1559 وبالتالي إلزام الأحزاب المسلحة بما فيهم حزب الله أنه يسلموا سلاحهم للدولة اللبنانية. ومن هون فينا نبلش نقول أنه لبنان بلش يستعيد سيادته واستقلاله وحرية الحركة لدى المؤسسات الرسمية، وبالتالي قبل هيك ما لهيك هوكستين لما عم بيحكي انه يعني انت تقول سيد شكري عفوا عن المقاطعة ان القرار 1701 مرتبط بالقرار 950 و 1000 نعم، وبالتالي لا يمكن يعني الذهاب لتطبيق القرار 1701 إلا بتطبيق هذاك القرار الذي يتحدث أيضا عن نزع سلاح حزب الله. في ظل الدعوات اللبنانية اليوم وخاصة من رئيس حكومة تصريف الأعمال وأيضا الرئيس نبيه بري كان قد دعا إلى الذهاب إلى تطبيق هذا القرار، كيف يمكن الذهاب إلى تطبيق هذا القرار في ظل يعني رفض حزب الله أيضا بتسليم سلاحه والانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها في الجنوب اللبناني وأيضا هناك عدم وجود للجيش اللبناني في تلك المناطق؟ برأيي طالما في تعنت من أحد الفرقاء بعدم الالتزام الحرفي بتطبيق بنود الـ 1701 اللي بترد على وجود تطبيق القرار 1559 يبقى كل ما يقال كلام بكلام. وما بيصير إذا بدنا ناخذ الأمور بجدية لازم نعرف إنه إذا كان حزب الله لم يسلم سلاحه إلى الدولة اللبنانية رح نبقى أنت بتعرف من تاني ميل في عنا إسرائيل، وإسرائيل اليوم صارت رافضة 50 اتفاق لوقف إطلاق النار، وبالتالي مصلحة إسرائيل مثل ما بتشوفها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة اليوم هي بالاستمرار بالحرب. ونحن إذا كان بدنا نضلنا متمسكين بالانتصارات سواء كانت وهمية أو نصف حقيقية أو بجوز حقيقية، إذا بدنا نضلنا متمسكين بهالأمور هاي مني شايف أنه الحرب اليوم قريبة أنه تخلص على لبنان. يعني لازم يوعى حزب الله يلي بيئته صار فيها مليون مهجر
مليون مهجر من الجنوب. صار فيها تدمير لقرى بكاملها، صارت ركام بالجنوب. هيدي بيئة حزب الله اللي عم تتدمر. وبالتالي إذا بدنا نضلنا نقول النصر لنا بالنهاية، بالنهاية يعني صعب كتير يكون في نصر مثل ما الحزب بيتصوروا أو مثل ما أهل الممانعة بيتصوروا. بدنا نحط زيت إذا بدك، بدنا نكب ماي على الزيت ونجرب نقول خلينا نشوف الأمور بواقعية أكثر. وبالتالي إذا بدنا مضبوط توقف الحرب على لبنان، بدك حزب الله بالأول يقبل يسلم سلاحه للدولة اللبنانية. ما عم بيسلم سلاحه لإسرائيل، عم بيسلمه للدولة اللبنانية يا جماعة. وبالتالي ما عم بعرف ليش هو عم بيضل متمسك بهالسلاح اللي عنده واللي عم بحارب فيه، بالرغم من ثبوت عدم إذا بدك توازن. هل تعتقد أن قرار حزب الله في تسليم سلاحه للدولة اللبنانية مرتبط بالحزب أو مرتبط بإيران؟ طبعا مرتبط بإيران. الحزب هو ذراع إيراني، الحزب هو ذراع عقائدي إيراني تابع للثورة الإيرانية. وبالتالي المفروض يتولى المفاوضات من الادمينستريشن تبع بلينكن، من الادمينستريشن تبع جو بايدن. لازم يكون، وأنا بعرف أنه لا تزال المفاوضات قائمة بين إسرائيل من جهة، الإدارة الأمريكية من جهة، وإيران من جهة ثالثة. إذا ما اقتنعت إيران بوجوب الإيعاز إلى حزب الله أنه يسلم سلاحه، رح نضلنا مطرحنا ورح تضل إيران تحارب إلى آخر لبناني عسكري ملتزم وعقائدي. عندما تتحدث بعض الأطراف عن تعديلات سيد شكري على القرار 1701، ونتحدث عن طبيعة هذه التعديلات، إذا كان أصلا هذا القرار مرتبط بالقرار 1559؟ طبعا تعديلات على القرار، بمعنى تعديلات، اليوم في عندك صعوبة كتير لدى مجلس الأمن أنه يرجع يعدل القرار 1701. اليوم عندك الـ 1701 موجود، قرار صادر عن مجلس الأمن اللي ممكن ينعمل هو الاتفاق على بعض البنود التطبيقية اللي فعلا بتفعل تطبيق الـ 1701. وأهم بند من هذه البنود هو تسليم سلاح حزب الله إلى الشرعية اللبنانية، إلى الجيش اللبناني، وتسليم القرار اللبناني إلى من يمثل الشعب اللبناني شرعا وليس إلى السلاح المتحكم بالشعب اللبناني اليوم. طيب اليوم هل يمكن أن يقبل حزب الله بالانسحاب من كل المناطق على الحدود اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني في سبيل لربما الذهاب إلى أي تهدئة أو مفاوضات؟ حزب الله مثل ما قلنا حزب الله عسكر ملتزم عقائدي، إنما حزب الله جزء لا يتجزأ من حرس الثورة الإيراني. وبالتالي اليوم في 70% مينيموم من الاغتيالات اللي صارت للقياديين بحزب الله، صار في ريبليسمنت لهم، صار في إذا بدك
حطوا محلهم ضباط إيرانيين، ضباط إيرانيين طيب. وليس لبنانيين. يعني لون الحرب، الدمر تبع الحرب ليس حزب الله، الدمر تبع الحرب هو إيران. إيران إيران. طيب في ظل كل يعني هذه المعطيات وبأن الطرفان لا يمكنهما الالتزام بهذا القرار 1701، لا حزب الله ولا إسرائيل، ممكن يلتزموا، ممكن يلتزموا، إنما لازم يصير في إعادة حسابات واقعية واقعية من قبل إيران لما يحدث بلبنان ولما يحدث لبيئة إيران في لبنان. لما بتحكي عن مليون نازح دمرت بيوتها، طيب. قتل أطفالها ونساؤها. هيدول إذا كان ما عندهم جنس الاعتبار عند إيران بستصعب أنه يصير في وقف للحرب. طيب بعد التصعيد الأخير سيد شكري بين إسرائيل وإيران، وجميع التقارير تقول أن هذا التصعيد جاء محدود لعدم الذهاب إلى حرب شاملة اليوم، ما هو المنتظر من زيارة هوكستين إلى إسرائيل وبيروت في كل هذه المعطيات التي تحدثنا عنها خلال هذا الحوار؟ هوكستين في عنده هاجس. هوكستين هو المبعوث تبع الرئيس جو بايدن، المبعوث الشخصي للرئيس جو بايدن. مفهوم. وانت بتعرف انه اليوم بأمريكا في عندك انتخابات بخمسة شهر الجاي لرئاسة جمهورية أمريكا، وبالتالي الرئيس بايدن بده يعمل خطوة يقدر يستغلها بالانتخابات، والخطوة ميشانو قد تكون النجاح في إرساء وقف إطلاق نار بين لبنان وبين إسرائيل. هلأ هالشي هيدا ولا يمكن يكون جاي هوكستين إلى بيروت إلا مع مشروع حل أو مشروع معد وقابل للتنفيذ برأيه من قبل الإدارة الأمريكية. إنما بهالتايمينج هيدا، بهالتايمينج اللي تعرف لما الكل بأمريكا كان الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي هلأ بيقولوا لك نحن بدنا نحمي إسرائيل. ليه؟ لأنه خيفانين على حالهم هنيك بالانتخابات بالولايات المتحدة. باختصار شديد سيد شكري، قلت أن هوكستين سيأتي هذه المرة بمشروع حل، ما هو مشروع الحل الممكن حتى اللحظة سريعا إذا سمحت؟ هو تطبيق 1701، إنما اقتلاع بعض تنازلات من حزب الله، بس عم نحكي من إيران ذي حزب الله، ما هيك؟ على أنه خلينا نروق الأمور يا شباب، خلينا نروق الأمور، نسلم السلاح للجيش اللبناني، يرجع للجيش اللبناني شبه مونوبول، امتياز بالسلاح، بوجود السلاح، ونبلش نرجع نعمر، لأنه تسليم السلاح وضحت. إلى ليش اللبناني ما بيكفي. وضحت الصورة. شكرا لك الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر على جميع هذه التفاصيل.